احنا في 2016 قدرنا ان احنا نعمل فورمولا بتهيألي انها تبقى مميزة جدا في 2016. هي عبارة عن ان احنا حافظنا على كل عوامل النجاح اللي ربنا وفقنا فيها في 2015 بكل نجومنا الكبار، من اول الاستاذة لميس الجبار على رأي الاستاذ محمد صبحي مش انا، بكل نجومنا، بالاستاذ صبحي، بالاستاذه منى، بالاستاذ سعاد، بابله فهيتا اللي مش موجوده معانا لانها مسافره بره مصر، بكل برامجنا اللي موجوده معانا في 2015 هيها موجوده معانا في 2016، بل خدنا اكسترا مايل وزودنا عليها محتوى جديد ودخلنا في تحديات جديده في 2016. وكان من اول النجوم اللي انضمت معانا في 2016 طبعا الاعلامي اللامع المشهور الاستاذ توني خليفه. توني طبعا يعني اضافه جديده لينا، وبرنامجه اعتقد ان هو هيبقى مفاجاه كبيره للسوق المصري كله. مساء الخير، انا توني خليفه او توني خليفه مثل ما بيحبوا يلفظوها باللهجه المصريه. لوك جديد، الشاشه جديده، والبرنامج كمان راح يكون جديد. بالنسبه لللوك نيو لوك، اما بالنسبه للشاشه فهي سي بي سي، اما البرنامج فراح خلي لكم اياه مفاجاه، ولكن ما راح يطول كتير عليكم حتى تتعرفوا عليه، لانه قريبا جدا راح نلتقي نحن وياكم على شاشه سي بي سي. انا بحييكم، بتمنى منكم انكم تتمنوا لنا كل التوفيق لالي وللسي بي سي اللي بتشكرها انه عطيتني هالفرصه وكمان منحتني هالمسؤوليه الكبيره. إلى اللقاء قريباً.